المعركة تاع الصور 56 14 هجري، واجتمع الغرو عباس في مسجد تاع الزاوية، وعلى راسها سي عرفها استشهد في هذه المعركة، وأحمد الغور تحكم أسير أنا عم سيدي، والجيش على كل حال تاع المجاهدين ما يقرب ما نقولكش قريب على 100 مجاهد، ودخلوا للمسجد تاع الزاوية. وبعد حين في المدة هذيك الأخيرة بحوالي 9 ل 10 تاع الليل ألقى خطاب سي عباس الغرور على نفس وعلى راس الأمة بإكمالها، قال لهم روحوا هنا الزاوية، قال غدوة المعركة راني محققها رغم العدو، واش عمل من طيران ولا من قوة ولا كذا، رانا محققين المعركة. حاجة ثانية الانتصار أو الاستشهاد. في هذه المعركة 22 مجاهد طاحوا في ميدان الشرف. يا سيدي جابونا حطونا في هذا المكان، جملونا هنا العدو الفرنسي، والعسكر يهبط لهذا الوادي ويكسر في الدفلة على راسه، ويجب عليهم واحد قرايدي يقول لهم أفانسي أفانسي، فيهم اللي رفضوا وفيهم اللي طلعوا. حين الساعة ما نقولكمش خمسة دقائق ستة.